حديثنا في هذه الحلقة عن يسوع نور العالم. قال يسوع: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هذا الشعار موجود مرارا وتكرارا في بشارة يوحنا في الإنجيل المقدس، مبتدئا قائلا: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. طبعا في صراع بين النور وبين الظلمة من بداية الأيام، منذ أخطأ آدم وحواء ابتدأت الحرب الشعواء الضارية الضروس بين النور وبين الظلمة. أول شيء الله اتكلم فيه: وقال الله ليكن نور، فكان نور، وفصل الله بين النور والظلمة. هذا هو عمل الله، بيفصل بين النور وبين الظلمة.